جليل يعرف اكثر من لحظه المنظر الرياضي لا ناقصين الرولونس المليو نتاعنا معبي طبيعي انه برمضان تو تلقى احسن جوريت عندنا كيما قال سي سعدي لا يدوني صغيري وحنا بعد يلعبوا في الشامبيونز ليغ يلعبوا في لو نيفو ما نعرفش انا كان سي المنظر يوافق الاراء نتاع انا ما عندي ما نوافق حاجه مره ناقصين الرولونس ماشي رولونس يعني الكرة رمي جلق على رولانس ما ثماش يعني الكرة توصل للميليو ومن بعد دار انا سمعت سامحني انه الماتش وقت هذوما الوديه كانوا كنت انت مخطط لهم قبل ما تخرج معناها وحكيتهم حكيتهم زيزانين في قاعده هكذا يا اخي هو خذ الفكره من عندي سجلني فيديو سجلني بالفوكال وكذا وعطيها خمس سنين بروجرام بعدها الزيوانية كاتبوا ودوها بابا الغالي كاتبوا بابا الغالي بعث له كل شيء ديك على جرور ميقلقش جرور ديك على شو ديك على جرور جسوي كابابل كاتب مرور روتي أنا جسوي كابابل طبعا حتى من بين الطيح لقدر ناحي الأخلاق كنت جمع سيمون دروق عدو معانا علق على الترتيب في المرتبة الأولى شكون سفيان في المرتبة الثانية سعدي في المرتبة الثالثة وليد وفي المرتبة الرابعة جليل والله ترتيب صفة ولا حاجة تعملوها مش بضرورة حاجة خيبة حسب رأيك شنو الترتيب سي المنظر يقولي يحوك خشمه بلسانه سي صافي سعيد حسب رأيك شنو الترتيب ترتيب وليش يعني ما يعمل وليش يعني يبيه كبلش يعني مش يرقد ترتيب النوم أكثر واحد يرقد سي لطفي العميري حسب رأيك ترتيب شنو هذا شوف نوفو الترتيب هذي كيما قال جون فورسارت العام 86 أما قلت لك الترتيب هذي أنا نعرفه أنا يا الترتيب اللي عمله أي أي. أكثر واحد يعني يسرع مزروب ياكل بزربة وفمطة خلتي بتسمي عليك الزربة سي سفيان سفيان الأول سعدي الثاني وليد الثالث وبلال الرابع نسألكم حسب الترتيب حسب رأيك ترتيب شنو هذا سفيان ولا مشيت في فاست النوم أكثر واحد يرقد بالدتر وليد نحب نقول اللي سفيان قرب نوم بخلة شخير والجواب صحيح مش كده تعرفنا هي